وضاقت هالدنيا فيك وانكسر جنحك مع أهل النخوة خليك واصبر عجرحك ولا تشكي اوعى غريمك يقشعك شي يوم عم تبكي لو صار قلبك يوجعك اضحك ولا تشكي اوعى غريمك يقشعك شي يوم عم تبكي ولك عشق حيف الرجال مرت عمي عمي طلع من الأوضة حكيتي معه شي؟ اهلا زعيم تفضل صالح عندك تركته من شوي بالقهوه تفضل خير خير ان شاء الله شغلت لي بالي ابو راغب ما في شيء ما في شيء انا ماشي طيب لا لحظه فوت ارتاح شوي ببعت حدا يجيبه شكرا شو في زعيم نورنا طيب انطرني بلبس ثيابي وبروح معك والله شغل لي بالي طب يا مرت عمي إذا مشان زيد ما حكيتي معه مشان مين بدك تحكي معه؟ الله يحميه ويكشف عنه الغطا مشان الله بوس إيدك أنت بتعرفي شي نحن ما بنعرفه؟ الله يفرج أحسن شي
صالح. يلا حابب. اهلين عمي ابو راغب. بدي اشوف راغب. تعرف وين بتلاقيه؟ ايه معلوم بعرف، امرني. اذا لقيته قل له ابوك عاوزك. في شي اخبار من زيد؟ خلص الكلام. تكلم عمي. قال لك شو القصة؟ قال بده يشوف راغب عايزه. بصب لك كيس يا خيي؟ تسلم ايديك يا اختي، بدي اطلع دغري. وانت بتعرف وين تلاقيه؟ ايه طبعا بعرف وين تلاقيه. شو عدم ما بدا؟ ما بعلمي غضبان على راغب وما بده يشوف وشه. اكيد مشان زاد. بدك اياه يخسر ولاده اثنين بيي؟ لا يا بيي لا، لا واحد ولا اثنين، الله يرجع لي اياهم بالسلامة. يلا عند اذنكم. ابو راغب ختير وراحت عليه، الله يصبر على هالبلوي. يا ناريمان وينك يا ناريمان؟ نعم عمي. بعتت صالح يجيب راغب. إذا الله راد رح نلاقيه لزيد. مرت عمي، سمعتي شو قال عمي؟ بعت حدا يجيب راغب. سمعت. بس خايفة ما يرضى يجي. ابني راغب وبعرفه. بده يجي. يجي. كسرت لي ضهري يا زيد، كسرت لي ضهري. راغب راغب يا راغب راغب. أهلين أبو راغب. وين ابنك؟ زيد بيغطه. عم بسألك عن راغب، وينه؟ خير يا أبي؟ شوف لي هالمغضوب أخوك، قل له يجي عندي عاوزه. لك اتحرك، ليش واقف؟ أمرك يا أبي أمرك. ما ترجع بلاك. شو في يا أبو راغب؟ ابنك كسر كلمتي، ابنك عم يفشلني. لا راغب ما بيعملها. لا اعملها يا حيف يا حيف. يو بحكي لك عن راغب بتقولي لي احكي لي عن زيد؟ اذا عندك شي خبر عن زيد احكي لي. ما عندك بلا ما تحكي. وراغب ما بدي اسمع عنه شي. رؤي رؤي يا بنت،
بالعربي الفصيح ما في نصيب، وانت بتعرفي ليش. ايوه يلا احكي لي قبل ما تيجي عمتي. لك عن شو بدي احكي لك؟ لك عن زيد شو بكي؟ قولي علينا شو بدها هيدي ابو فراس؟ بش بش. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين اهلين زيدو. صالح شو بدي شيء اخي راغي؟ ابي عاوزه ضروري. والله هلا من شوي كان هون، بس مالي طول بيرجع. تفضل عمي زيد تاخذ كاسة شاي. الله يزيد فضلك عمي، الله يزيد فضلك. تفضل. كاسة شاي يا عبدو. احلى كاس شاي للمعلم زيدو. معلم زيد، خالك نجيب افندي ما ناوي يرجع الحارة، والله اشتقنا له. تشتاق لك العافية عمي ابو صالح. عم يشتغل بالسياسي ما؟ صدقني علمي علمك. لا قصدي انه هو له علاقة بالمناشير. مناشير شو عمي؟ لا انه في ناس ما اكتفوا انه بيروت صارت ولاية لحالها، صاروا يحكوا بقى استقلال وما استقلال. خالك نجيب افندي خصوا بهيك شيء ولا هو ضد العسملي كيف ما كان؟ عمي انا ما بتدخل فيه لخالي نجيب، هو حر بحاله، بس يعني ما في حدا مننا بكره يكون مستقل وشوره من راسه، مو هيك عمي ابو صالح؟ ما 100% مزبوط اكيد. احلى كاسه شاي للمعلم زيد. اهلين عبدو. اهلين. يا الله يصلحك يا جلبية، إن شاء الله التأخير تكون على خير. عبا عمي الأغيتي. يعني هلأ أنا شو بدي أقول له؟ ما بعرف، ما دخلني، دبري حالك. صرنا 100 مرة حاكين بهالسيرة، وصرتي بتعرفي أنا مين بحبه قلبي مين بختار. لك حاجة صعبية علي بقى جلبية؟ ليك الله يسامحك، ما قولي لي إنك هون، برمنا كل سوق الحرير وما كنا نلاقي مطلبنا. ايه انت اللي الله يسامحك، انا شو عم بعمل هون؟ تعالي ورجيك. ضبي هالسرة الشلبية. ان شاء الله بتسلمي لي يا ست امينة، شو بحبك، والله بحبك من صمصين قلبي، جايبلك شغلات بياخذوا العقل. ايه فرجيني فرجيني. كم شال بدك تشتري اليوم ولك يا عمتي؟ خلي المخلوقة تروح تتسبب. اوعى تفلي رجعتي. قريضة ان شاء الله. عمتك الحرباية ليش ما بتحبني؟ ما عم بفهم. شو بدك فيها؟ لا المهم شو فهمنا وشو اتفقنا؟ خلاص فهمنا. والله عم تصعبي علي يا نريمان. ما بيصعب عليك شيء. يلا خاطري. الله معي. وين هي جلبيه؟ راحت؟ راحت. وشو قالت لك؟ ما قالت لي شيء. نريمان تعي جايبت لك شال بيطير لعقل، تعي ورجيك اياه. والله لو يدري أبوكي. والله عمتي أنت ليش ما بتقية لشلبية؟ بس بدي أفهم. لأني ما بحب القرقرة وما بحب تختلي فيكن. البيوت أسرار. شلبية بتحفظ السر وعم تدور لك عريس. أوعك تفتحي هالسيري مرة تانية، بزعل منك والله وبقطع أجرة من البيتها. توبة خلص. البضاعة ما بها شيء، سليمة وفيها رزقة، بس هاي البضاعة رح تضر غيرك يا أصحاب. سعرهم بمعرفتك واللي بدك إياه بيصير. رجع لعندي بعد كم يوم. بعد كم يوم؟ أصحاب روح على الدكان واشتغل مثل الخلق، وخلي الناس تترحم على بيك، ما تلعنه بتربته، عذره ما بيستاهل. ولا أنت يا أصحاب. بأمرك عمي أبو حسن، بس ما فشيت لي قلبي. أهلك منيح. نشكر الله. تيسر لك أنا. وإسحاق ما تشتغل من راسك. إسحاق أزعل. ورح ينزل البضاعة السوق وبكره بتشوف. فوت على شغلك. ما سمعت. عيدي شلبية ما سمعت.
والله يا ابو ضاي ما عندي غير هالكلام، يعني من الاخر ما بدك اياها. شلون يعني ما بدي اياها؟ يا انا ريمان يا ما بتجوز طول عمري انا، خلص الكلام. يو شو خلص الكلام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع لك ابو ضاي، اذا هيك القصه معناها مالك غير تبعت امك لعندهم تحاكيها وتشوفها وهيك بتطلبوها حسب الاصول. ايوه بتعلميني هلا الاصول انت مو هيك؟ اعوذ بالله يا ابو ضاي العفو منك، بس والله صعب علي. ما بدي احكي مع حدا منوب لحتى انت تاكدي لي انه ناريمان بدها ياني ومن نص قلبها، مو غصب عنها. ما حلوه لا بحقي ولا بحقها بعد الحكي اللي صار. والله عم بتصعبوا علي. ما في شيء صعب عليك يا شلبيه. يا معلم راغب انت ابو ضاي وما في منك، هاي البنت مو لك، احسن لك تقيمها من راسك ولك. لا تكملي شلبيه، لا تكملي، مشان اللي خلقك. مسكي جربي مره تانية. اخ منكم شو بتصعبوا علي، اخ بخاطرك. الله معك. راغب ايه وينك انت يا رجل؟ هون اخي هون. امشي معي ابوك عاوزك ضروري. خير خير ان شاء الله، بشكله معصب كتير. ايوه مشان تكمل معي. شريف شو صاير خير؟ والله ما بعرف هلا بتشوف. صلي على النبي صلي على النبي يا ابن الحلال. لك انا امتى كنت استنى حدا؟ كنت اذا بطلب الديب يجمد بارضه. ابنك عم يكبر راسه ومع مين؟ معي انا ابوه ابو راغب. ليكني يا بي خليك عندك متوضي. ليش السؤال يا بي؟ كسر عينك وانت عم تحكي معي. بتوضي؟ هات المصحف يا زيد. ليش المصحف يا بي؟ قلي انك ما كسرت كلمتي. معاجل راس قول انك ما دست بيت المغضوب خالك. مين قال لك الحكي يا بي؟ حلوف انك ما خالفتني وانه كل اللي سمعته انا كذب. ما في داعي للحلفان يا بي. كسر عينا. ما بدي حلفان يا بي. شو؟ انا لا خالفتك ولا كسرت كلمتك وخالي ما غلط. لسه لك عين تحكي؟ مشان الله مشان الله يا ابو راغب. بعد هيك راغب غلطوا منك السماح. صحيح الولد مبال تلتين من الخال والعاصي خال العاصي. اخي ماله عاصي. بعد هيك سامحني يا ابي بس كل شيء لامي. هي رقبتي قدامك اذا بدك ادعس حتى ترتاح. انقلع من خلقتي ما بدي اشوف وشك ويشهد الله اني غضبان. لا لا يا ابو راغب لا تغضب عليه، الدنيا فيها حياه وموت. ما بدي اشوف خلقتك ولا بدي اسمع حسك، واذا لك عين تبقى بالحاره ما رح تلاقي مين يرد عليك السلام. هالبيت ما بتدوسه طول ما انا عايش، وان شفت حدا من اهله بتكون جنيت عليهم. وربي شاهد والقصه بيني وبينك كبيره، واخر الكلام زيد هو ابني وهو الوريث من بعدي. ما بدك يا ابي الله يمد بعمرك. يا ابو راغب ما بدي اسمع حسك. انا ابو راغب يلي بدي اكسر كلمتي لسه ما خلق. اذا ما سمعت مني هلا ما اللي حتسمع مني بنوب. بالناعيص سمعت منك ولا ما سمعت؟ الله يسامحك يا ابو راغب الله يسامحك، هذا اخر كلام راح تسمع مني.
زيد تعال عندي. هذا المغضوب لا له أخوك ولا له كلمة عليك. خلاص الكلام. أبي معصب يا أمو، هي ساعة غضب وبتمرق، بكرة من الليلة حل بإذن الله. آخ يا ابني آخ، أنا ليش هيك حظي؟ والله تقيلي علي أخسر أخي وابني، والله تقيلي كتير. ما حتخسري حدا بإذن الله، ديري بالك على زيد، هلا هو بعاستك أكتر مني. الله يسامحه يا أمو. والله أخوك ما بيفتن عليك، والله ما حدا بيعرف غيره يا أمو، ما حدا غيره بيعرف. راغب خد ابني هدول، لا تخافي علي بدبر حالي. خدهم تقبرني، بتلاقيهم وقت العزاء. كتر خيرك يا أمو. وين بدك تروح هلا؟ خالي ماله عاصي وما غلط مع أبي، وأنا مالي غيره. الله يخليكم لبعض ويهدي أبوك. الله يحفظك. روح أمي روح، الله معك، الله يحميك، الله يعافيك. يا ويلي يا راغب أنا ما خصني بشي. إيه؟ أنا ما خصني بشي، ما بعرف شي، ما في بعيني شي. ورجيني لأشوف إنه مو بعينك. راغب عم بقول لك مو بعيني شي. دير بالك على أمك. طلع مكسور الخاطر يا بي، هو جابه لحاله. عندك شي تحكي قولي هلا، ما بقى بدي حدا يجيب السيرة. خلص الكلام. تعا زيد. فينا نروح نقعد بالقهوة نشرب كبية شاي وتفهمني شو فيه؟ ما حتفهم علي شو صاير. لك شو صاير يا راغب؟ خلاص ولو والله ضربتين على راسي وجعوا. دخيلك يا الله على هالحكي، دخيلك يا الله. أنا رح روح أزور عند خالي نجيب يومين، إذا بدك ياني بتلاقيني هنيك. ماشي ماشي يا بضاي، أنا رايح على القهوة، بدك شي مني؟ خلاص الكلام. يلا سلام. الله معك. خالك نجيب قرا كم كتاب ولبس أفرنجي وحط على راسه طربوش، فكر حاله صار أفندي وصار بده يقول هيك بيصير وهيك ما بيصير. أنا اللي ربيته وعملت منه رجال. يا باطل يا باطل، أنا بعد العمر يجي الشيخ فاضل ويعيرني ويقول لي إنه واحد من عيلتك سب السلطان خليفة المسلمين؟ استغفر الله العظيم يا ربي وأتوب إليك. خالك نجيب
شلح توبه وتكبر وطلع عن الصراط المستقيم، مشان هيك انا قلعته من الحاره. راغب اخوك ما شلح توبه بس تكبر، يلي بيتكبر بتروح عنه الوجاهه. نحن صرنا عمر عايشين ببيروت والوجاهه جبناها معنا، بدنا نحفظها يا ابني. الوجاهه مو كلمه بتنقال، بدها نفس طويل وبال اطول، بدها تروي، بدها حكمه. وراغب ما عنده شي من الحكمه، نفسه قصير، خلقه ضيق ومستعجل، وما بيميز بين الامر ولي الامر، بعكسك تمام. سمعني صوتك يا بي. بعد امرك يا بي، بس انت ما قسيت عليه شوي؟ خليه يتربى، بس امري ما راح اغيره لحتى يتغير الحال، وتغيير حال اخوك راغب من المحال. هذا خنجر جدك الله يرحمه. رحمة الله عليه. ما تقول اني استعجلت لك ابني، انا ما بعمل شيء قبل ما افكر فيه منيح. انا ما قصدت يا بي. صار لي مدة عم راقبكن، وين بتروحوا وين بتجوا، شو بتساووا، شلون بتحكوا، كيف بتحلوا وبتربطوا، شلون بتشوفكن الناس، شو عم بيحكوا عنكن. بيروت ما عاد تتابع على الشام، بيروت ولاية بحالها، إلها والي وإلها مجلس شورى وأعيان. بجوز رب العالمين ما يكتب لي عمر كون فيها، بس أنت لازم تكون. الله يطولنا بعمرك يا بي ويخلينا ياك. خنجر جدك أماني برقبتك بتفدي بروحك، ما تفشلني. ما عاش اللي بدي فشلك يا بي، ما عاش. واليوم، اليوم قبل بكرة بدي جوزك. انت زقرت وقبضاي وخلقت لتكون زعيم. يلا. اهلا. شبك مثل مضروب على راسه. والله انضرب الضربة واجعة يا خال. يا اهلين بالخال، شرف فوت فوت. أعطاك الخنجر؟ ما بدي اياه يا مو، ما بدي اياه يا مو. شوري علي، ابي لبسني هالتوب غصب عني وانا ما بدي اياه، ما بدي اياه. وطي صوتك. امي انا رح اختنق، انا عم بختنق. زيد ايدي على راسك. هالخنجر مو لالي وحياة اللي خلقك. هذا الخنجر حق أخي راغب، وهذا التوب مو توبي، بالباله أكثر مني، هذا توب أخي راغب. يا مو أنا هذا توبي، هذا توبي. شو لي علي يا مو؟ شو لي علي؟ الله يوفقك. أبوك لبسك هالتوب وبدك تكون قده يا أمي. خليني كمل. أنت الرجال قد حالك وما بيسوى تفشل أبوك. وأخي راغب يلي تقلع وانكسر خاطره، لما بيجي الوقت المناسب بتطيب له خاطره وبتراضيه. أبي ما بيرجع عن كلمته يا أمي لو شو ما صار.
وراغب أعند منه. الله يطول بعمر أبوك. آمين يا رب. يا مو أبي حطني بوشه لأخي وأنا شفت الشك بعيونه. إذا كنت أصلي مثل ما بعرفك مرجلتك بدها تطلع وبدك ترجع التوب لأخوك. والله كان أهون علي إنه يذبحني ولا إنه يشك فيني. الله يلعن ساعة الغضب. الله يرضى عليك وعلى أخوك وما يفرقكن عن بعض. أخي زيد ما بيعمله. أولاد الحلال كتار إلا ما يتأشي واحد هو اللي موصله لأبوك. الثانية ما كانت تريح لي قلبي وترد لي جواب. أقسم لك بالله من يوم اللي شفتها يا خال ما عم يجيني نوم. هلا خلينا نحل الأولانية بعدين بنفكر بالثانية. شلون بدك تحلها؟ أنت بتعرفه لأبي طالما حط شغلة براسه غير رب العالمين ما بغير له إياها. بده يعمله زيد زعيم؟ يعمله زعيم. بس مو كل مين شال خنجر قبضاي. لا تأخذني خال بعرفك ما بتحب الكلام. بس أنا تعودت أحكي الحق لو على قطع راسي. يا كلي بجنني. إنه زيد يشبهني أكثر منه. بس ما بيلتكش فيني مثلك. لأنه ما له رجال. زيد وازن وقبضاي. خال اسمع شو بدي لك. أنت ما غلطت مع الشيخ فاضل ولا تكبرت على أبي. أبي طالعك من البيت لأنك طالت بحقك الدكاكين. لا كبر على أبوك لا بعينه الدكاكين ولا شيء. قصة الشيخ فاضل مسألة خلاف رأي. وأبوك من الطبيعي إنه ما يصف معي ويصف مع الشيخ فاضل وأنا مبلومه. إيوة يعني أنا اللي بالله ملا. لك راغب أبوك وجيه هو من نوع الزعمات اللي ما برد على حدا واللي بيخالفوا الرأي مهما كان صغير بيصير بنظره عاصي. اللي بيقول الحق ماله عاصي خال. يا سيدي بلاهن الدكاكين. انت الصح. العصملي ماله خليفة المسلمين وانا من رأيك. محلك شغلة كمان. ابي من جوات قلبه ما بيخالفك. فهم مني خال. بيروت ما ميزت الشامي عن الطرابلسي ولا اليمني والحجازي عن الفلسطيني. بيروت مينا كبير لكل مدن الشام وكله عايش ضمن هالسور. بس بيروت استقلت وصارت ولاية وصار إلى والي. وأبوك عنده أرث بده يحافظ عليه وبده يأمنه من بعده. هلا هيك طلع معاه زيدي بيتأمن أنا ما بتأمن. يعني أبوك بجوز يكون أرى راسك وعمل هيك لحتى يحميك. هلا هو لما قلعني وغضب علي وحرم عليكم شوفتي هو كان فكره مشان يخليني حس بغلطي وأرجع نخ قدامه قل له يا أبو راغب دخيلك خدني تحت جناحك جوزني اللي بدك يا أنا بعمل مثل ما بدك أنا من إيدك هاي لإيدك هاي. يعني هو هيك بيكبر القصة لحتى يعطي دروس. خال أنت ابن عمه مالك ابنه حتى لو مفضل ومربيك. هاي اللي ما بده يفهمه. أبوك ما بيسمع شيء إلا إذا كان على كيفه وأنا مبلومه. يا أخي هيك عقله. بس أنا كمان رجال حر. إيه وأنا حر خال. أنا مثلك ما بحط طواطي لحدا. ولأنه بيعرفك هيك كبره وكان راح يغضب عليه أنه يعني بركي بتتربى. روق وما يطوش حجرك. والله يا خال عم بحترق من جواتي. أنا بحترق من جوا. تفضل زعيم. صحة زعيم. صحة. سلامتك سلامتك أبو راغب. جيب مي يا حنا. بك عم تطلع فيه جيب له مي. وين عدلي؟ طمني عندك أبو راغب إن شاء الله صرت أحسن. ليش يبني؟ لا إنه الصبح ما كنت رايق يعني طلعت معصب ورجعت معصب. حاجة تزن علي في الشلي قلبي. والله ما هين علي تشوفك مقروق. حتى القبضاي راغب شفته طالع زعلان. شو حكينا عدلي؟ قلت لك حاجة تزن علي ما بدي اسمع شيء. خلص الكلام. وين قهوتك يا حنا؟
تفضل يا ابو صالح. يسلم. تفضل زعيم. صحتين. قلبك. قرب يا طيب، قرب على الكعك، كعكة بسمسم وزعتر، كعكة سادة. شو بكم عم تطلعوا ببعض؟ شو اختي؟ شو سيرك؟ سلامة قلبك اخي، ما في شيء ابدا. رح شوف مين. تفتلنا بالسوق اليوم انا وعمتي. هاي بنعرفها. وما لقينا طلبنا الا عن شلبية. بس عمتي ما بدها اياها تفوت لعنا على البيت. ليش اختي؟ البيوت اسرار. وشلبية لسانها طويل. بعد اذنك عمتي، شلبية ما بتحكي وما بتطلع اسرار البيت لبرا ولا بتجيب الحكي لهون. شو يعني؟ بدي حط راسي من راس شلبية؟ ايش وبنت الوالي هي؟ عمتكم معها حق، بس كمان ما بدنا نقطع برزقتها. انتبهوا شو بتحكوا قدامها وكيف بتتصرفوا وقدام غيرها كمان. انا بضمنها شلبية ابي عندي. هيدا مرسال من عمي ابو راغب قال جاي يزورنا اليوم. الظاهر والله العليم وحده منكم بدها تتجوز. الله لا يوفقك يا شلبيه، الله لا يوفقك يا شلبيه. يو شو بكي صفنتي من خطف لوني؟ زيد ما فيه يتجوزني لحتى راغب يتجوز، وراغب بده نريمان ونريمان ما بده. شو بدك ياني اعمل؟ هي ما بده صفني؟ ايه راغب راسه ألف سيف الا بده نريمان وما بده حدا تاني، وابو راغب ما رح يجوز ابنه الصغير قبل الكبير، بقى لا تخافي. من شو بدي خاف؟ ما عجبك شي من هالغراض؟ شوفي هالشال ما احلى؟ شلبيه شو القصه؟ في شي ما عم تخبريني اياه؟ لكن لا ما في شي، لا قصه ولا سيره، طولي بالك خلينا نعرف بعدين شو بده يصير. ولي عليكم لو تعرفوا قديش عم تصعبوه علي. الله لا يوفقك يا شلبية، الله لا يوفقك يا شلبية. لك حاج تدعي علي المخلوقة؟ لا ما ابصر شو قايلت له لهذا هلا بيروح بيقول له لابويا بي بدي ناريمان بنت الشهبندر، وطبعا ابو راغب ما بيرد له طلب. ويعني شو يعني؟ شلون يعني؟ والله بقتل حالي. شلون بدك يعني اتجوز راغب وانا بحب زيد؟ ايوه. وليش زيد مش راغب يعني؟ يعني يا تركيني بحالي. الله لا يوفقك يا شلبية. شو بدي اعمل هلا؟ لك شو بعد حايس؟ بابا ماني مرتاح يا خال، ماني مرتاح. مالك غير تروح لعند ابوك وتستسمحه. ابوك قاسي وعنيد بس عقله كبير. ترضى عليك ما رضيته لحالك يعني؟ لك اخي انا ابن عمه مالي ابنه، وانت قلت بلسانها اولتها واخرتها رح تستسلمها. ما رح يسمع لي. بلا بلا، اذا عملت اللي بده اياه رح يرضى عليك. خال انا مالي زيد. هلا زيد ولا عبيد؟ هو ما بفرق معه، هو بده ياكل انتوا اثنين تحت جناحه، وتعمل اللي بده اياه. خلص استنى لك يومين بعدين روح لعنده. لا اله الا الله. راغب الشهبندر ما رح يجوزك نريمان الا اذا وافق ابوك. انا هذا اللي كاسر ظهري. اصبح كن وفكر برواق. اخي انا خالك وصاحبك ورح ضلني هيك حتى لو ابوك حلفك يمين لا تحكي معي ولا تدوس بيتي. والله مو هيني علي لك خال. العناد ما رح يجيب نتيجه، يا اما بتروح بتستسمحه لابوك يا اما
عن شو بيحكي لك تا؟ على الأوادم اللي مثلها. في بتمك حكي، هاتي لشوف. يا ترى شو سر هالزيارة؟ والله أعلم. أبي أنت كنت عم تمزح لما قلت إنه بدك تجوز وحدة مننا أنا وأختي، ما هيك؟ وهذا الشيء مضايقك؟ لا، بس ما رح تغصبنا على شيء، مو؟ ليش أنت غصبتكم على شيء أنا؟ زواج يا بنتي، قسمي النصيب. يعني وإذا ما كان في نصيب؟ لنشوف شو بده بالأول. يمكن كمال زيارتنا للوالي بيكون أحسن. عن إذنكم. تفضلي. شو بها يا ريمان؟ الله لا يوفقك يا شربيه.